أخيراً سأجرب الآيس كريم من آلة الآيس كريم الجديدة. أوه، الهدف يا رون، علي أن أجيب عليه. رحلت؟ أصبح الآيس كريم لي. كم هو لذيذ. يا بخيل، حسناً أنا سأكل مباشرةً من الآلة. أوه نعم، هذا لذيذ. ماذا؟ ماذا تفعلون؟ أكلتم الآيس كريم؟ حسناً سأريكم الآن. دعونا نرى كم تحبون الآيس كريم. أوه، هل يمكنني أن أبدأ؟ بالضبط إنه أنا. إذاً ماذا لدينا؟ سآخذ ملعقة من آيس كريم الفانيلا وبسكويت أوريو وشراب الكراميل. هذا هو المطلوب. المزيج جاهز الآن. يبقى أن أصبه في آلة الآيس كريم. آه نعم، آيس كريم أسود. سأضيف إليه المارشميلو في الأعلى. إنه جاهز. نعم، أجد تعرف ما أحب. نم نم نم، هذا الآيس كريم لذيذ. سوف أكل هذا كل يوم. أحببته كثيراً. شهي جداً. حسناً، الآن دورك. أخيراً. ماذا؟ هناك ديدان تزحف. كرة آيس كريم الشوكولاتة مع روبيان وفلفل حار. يا لها من تركيبة غريبة. دعونا نصنع منها الآيس كريم. ليس سيئاً. يبقى إضافة بعض البروتينات، مثلاً يرقات. آمل أن يقدر ذلك. أوه لا، إذا كنت تريد خذي، لن أمانع. هيا، هل علي حقاً أكله؟ شيء بغيض وسيء. من الأفضل القيام بذلك بسرعة. ربما لن يكون لدي وقت لأشعر بطعمه. أوه، يبدو أنني فعلتها. أوه لا، إنه حار للغاية. أنا مشتعل. أوه، يبدو أنني تحسنت. ربما حجر ورق مقص. أوه، لقد فزت. نعم، لا تعبث معي. إذن ماذا لدي هنا؟ واو، إنه جميل جدا. قطعة كعكة لذيذة مباشرة إلى الآيس كريم. أوه، يا لها من رائحة لذيذة. سيكون آيس كريم مذهل. أيضاً كرة الشوكولاتة لتتناسب مع الطعم. جميل. أوه نعم، أنا أحب كرة الشوكولاتة. إنها لذيذة جداً، وحتى أفضل مع الآيس كريم. واو شهي، حتى البوق ممتاز. هيا هيا، لقد كنت أنتظر. تعال إلى هنا. إذن الآن دوري. لنرى ما هذا. قليل من اللحم المفروم الطازج لينمو الجسد بشكل جيد، والفيتامينات مباشرة من البصل كي. خليط قوي، أضعه في آلة الآيس كريم. ولكي يكتمل هذا الآيس كريم، أضع القليل من طعام الكلاب الغني بالفيتامينات. أوه لا، كم هذا سيء. لماذا أنا كل مرة لدي هذا الشيء المقرف؟ حسناً جون، كن صبوراً. يمكنك التعامل مع هذا. لا، إنه صعب للغاية. توقفي عن الضحك علي. كنت أنا تقيا. إذن أنا الأول. أخيراً. ما هذا؟ أوه، هل هذه سمكات؟ فظاعة. الكثير من المكونات هنا. أول آيس كريم سيكون مع بيضة نيئة وبرجر. أضعهم في الخلاط. أوه نعم، يا له من مزيج. أنا فقط ساحرة حقيقية. بالتأكيد لا توجد رؤوس أسماك كافية هنا، لذلك سأضعهم كزينة. الآن مثالي. مستحيل. أتريدي؟ وأنا لا أريد أيضاً. ما العمل؟ مقرف للغاية. أوه فكرة، ربما ستصلح المارشميلو كل شيء. سوف أسد أنفي معهم، وهكذا لن أشم الرائحة الكريهة، ولن أشعر بالطعم المقرف، ولن يكون هذا مخيفاً جداً.
أوه نعم، كان الأمر صعباً لكنني فعلتها. الآن حان دورك. أخيراً ماذا لدينا؟ واو لذيذ. أسكب بعض النوتيلا على الآيس كريم. حفيدتي تحب الشوكولاتة. ولدي أيضاً شوكولاتة قوس قزح ملونة. نعم هذه تحفة. حان الوقت الآن لصنع الآيس كريم. روعة. سأقوم أيضاً بتزيينها بالدببة المرميلادية. ممتاز. تعال إلى هنا أيها الآيس كريم. واو كم هو لذيذ. لا يمكنني التوقف حقاً. يبدو أن الجدة تفوقت على نفسها. إنها تحفة حقيقية. نعم جون، أعتقد أنني محظوظة أكثر منك مجدداً. هاي إلى أين؟ أنا أولاً. حسناً، ما هذا؟ بطاطس؟ ألف بروكولي، هذا ما يحتاجه أطفالي. أضعه مع الآيس كريم وحتى مع الكاتشب نفسه أفضل. أوه رائحته ليست جيدة لكن لا يهم. ولونه أيضاً ليس مشرق لكن أيضاً لا يهم. أضع البطاطس للزينة. يا لها من وجبة كاملة، آمل أن يحبوها. هذا هراء. حسناً سأعطيه فرصة وأتذوقه. أوه لقد تسرعت، إنه مثير للاشمئزاز. ما المضحك هناك؟ حسناً اضحكي، أنا سوف أكل هذا الآيس كريم. أنت لا تفهمي شيئاً. هيا دورك، كلي الآيس كريم الخاص بك. هذا سهل، ماذا لدي هذه المرة؟ أضع دوريتوس رقائق البطاطس الشهية وأضيف إليها العسل. أمزج كل شيء جيداً. والآن لنصنع الآيس كريم. حسناً الزينة ستكون حلقات قوس قزح. يا له من جمال، فقط رائع. أوه أحب حلقات قوس قزح كثيراً، فهي الأفضل. حسناً ماذا تريد يا جون؟ هل تريد الآيس كريم؟ فليكن، خذ. ألا أنا أمزح معك. حسناً، إذن لدي فكرة. حان الوقت لمقابلة صديقي ذي الثمانية أرجل. ها ها ها. هاي مرحباً. ماذا؟ عنكبوت. إنه لعبة. لقد رميت الآيس كريم. أريد أن أكون أولاً. حسناً ماذا هناك؟ يبدو لذيذ. إذن أنا بحاجة بالتأكيد إلى ليمون. هذا هو. وأيضاً هذه الحلوى جيدة. أوه إنها حامضة جداً، مثالية مع الليمون. حتى الرائحة حامضة، سيكون آيس كريم رائع جداً. يا له من لون أصفر مشرق. سوف أقدمه مع الفشار. حسناً سوف أتذوق الآن. كم هو لذيذ. أوه لماذا هو حامض للغاية؟ لكن يمكنني أن أتحمل الحموضة. يمكنني التعامل معه. ها لديك موهبة في السخرية. هيا كلي الآيس كريم خاصتك. بكل سرور. اليوم لدينا كوكاكولا في القائمة. ها هي مباشرة إلى الخلاط. والآن أوه يا لها من جبنة كريهة الرائحة. ها هي نشغل الخلاط. لدي شعور أن هذا سيكون شيئاً سيئ. أصبه في الجهاز وأحصل على الآيس كريم. إلى أين بدون الزينة؟ والآن انتهيت. هذا من أجل إما. لا تكن غيوراً نم نم. أوه ما هذا؟ مقرف. جبن فاسد وعفن. مقزز بغيض. أتريد ذلك؟ علي أكله بنفسي. لم أتناول أسوأ من هذا الآيس كريم في حياتي. لقد أوشكت على الانتهاء. أوه جدتي، لماذا تفعلي هذا بي؟ مسكينة، تعالي إلي. أوه لا، ما زالت رائحتك كريهة جداً.